انا الان نتواجد بواحد المنطقه اللي هي منطقه درب غلف حي تاريخي تابع لمقاطعه المعارف الشيء الملاحظ وهذا ليس فقط ملاحظه ديالي يعني كابن منطقه وكفاعل جمعوي وانما قد يتفق معي كل سكان المنطقه ديال درب غلف بانه تنعدم في هذا الحي يعني كل مقومات الفضاءات الترفيهيه للاطفال ما عندناش فين خرجوا الوليدات فين يلعبوا الوليدات كنا في الصغور ديالنا كنت كتلقى فضاءات في دار الشباب كنت كتلقى الملعب مثلا الان اللي هو مغلق منذ سنوات كنت كتلقى فين تلعب الوليدات الان بغيت تلعب ولاد خصك ديهم لي بارك دي جو اللي خارج شويه من كازا وكتقى بواحد الميزانيه اللي حنا كنعرفوا السكنه ديال درب غلف اللي هي واحد السكنه فقيره ماشي ناس اغنيه ولا من الفئات المتوسطه، فئه هشه صعب عليها لانه دي وليدات واحد الفضاءات اللي هي كاينه بجوار مدينه الدار البيضاء، لذلك كندعو مجلس مقاطعه المعارف يعطي واحد الاولويه كبيره لايجاد مناطق ترفيهيه للاطفال، هادو وليدات هادو حنا الان كنشوفوا الظاهره والجائحة الجائحه ديال كورونا فعلا حاولنا على اننا نوعيو ونساهموا في الحملات التحسيسيه وتنقلوا الناس في ديوركم ولكن لا بد وان نوفر لهؤلاء الاطفال فضاء الترفيهيه وحنا كنعرفوا بان الترفيه هو اساسي للطفل لانه في مرحله عمريه يعتمد على ان يبرز طاقاته يبرز مواهبه في الوقت اللي كنا حنا صغار كنا كنلقاو دار الشباب كنا كنلقاو فضاء فين نبدعوا فين سقو المواهب ديالنا اليوم مع الاسف دور الشباب مسدوده الملاعب مسدوده فضاء الترفيه منعدمه في منطقه درب غلف كنتمنى من الجسم مقاطعة المعارف على أنه يعطي واحد الأولوية لهذا الحي هذا التاريخي الذي يعني شرف المغاربة بخطاب جلالة الملك الحسن الثاني سنة 1982 وسمى أهله بالرجالات لذلك مرة أخرى كان بغيو من مجلس مقاطعه المعارف يعطي واحد الاولويه لحيدر بغلف خاصه فيما يخص الترفيه وحنا كنعرفوا على ان ولاد درب غلف الحمد لله درب بغلف انجب رياضيين انجب علماء انجب الناس يعني في مجالات مختلفه ومع الاسف كانت درب بغلف الان مهمش وكتوجد في واحد واحد الجوطيه اللي هي جوطيه درب غلف معروفه عالميا ولكن هذا لا ينعكس مع الاسف على ساكنه حيدر حي بغلف